رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربنا رحمة للعالمين فكثر به بعد قلة وأغنى به بعد عيلة واستقامت ببعثته الملة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولكم تقوى الله جل وعلا، فإنه من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الحق: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، يقول الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي هذه الآية دعوة عامة للمبادرة إلى العمل، إلى العمل في مجال الخير والإحسان بما يعود على الإنسان نفعه في دينه ودنياه. وفي العمل في هذا المجال يعرف العاملون بأعمالهم، وإنه في خضم معترك هذه الحياة وما تتطلبه من عمل وكفاح فيما يتعلق بدنيا الإنسان خاصة، نجد بعض الناس قد جد وعمل وعاش وضعه وحاله وفعل السبب الذي من خلاله بعد توفيق الله جل وعلا يبني دنياه التي تعينه على طاعة الله جل وعلا والقيام بواجباته، حيث قال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فنراه قد رضي بقضاء الله وقنع بعطائه لم يشغل نفسه بالتمني ولم يتطلع إلى ما وراء الأماني، غير أن بعضهم قد ضاق ذرعا بواقعه وظل متطلعا إلى أمنيات رسمها في مستقبل أيامه ينتظر أن تولد الغد ثم يوقف حياته عليها، فمهما تأخرت أمنيته لا يزال على حالته من التمني والترقب. فلا هو الذي عاش حياته ولا هو الذي بنى مستقبله، وإنما يعيش الأماني والأوهام ضاربا لسعادته وسعادة من حوله موعدا مجهولا لا يدرى هل تنجبه الأيام والليالي أم يظل أملا كاذبا. تلوي زهرة أيامه ويشق طريقه إلى الكبر والهرم وهو ينتظر المجهول دون عمل منه في أسبابه أو سعي جاد في اكتسابه. إن بيع الحاضر بمستقبل كاذب حمق
كبير في إدارة الأمور والشؤون، حتى لو كان صاحب الأمل على سبيل الافتراض قد تأكد من أمله المستقبلي، فإن إهماله لحاضره لأجل أمله المستقبلي جناية على حاضره الذي أمسك به. قال أحدهم: إن الاكتفاء الذاتي وحسن استغلال ما في اليد من مال وصنعة ونبذ الاتكال على المنى والآمال العراضي هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار على الظروف الصعبة. أقول بعد توفيق الله جل وعلا: واستمع إلى قول أبي حازم رحمه الله عندما قال: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، بيني وبين الملوك يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته. نعم، ذهب وانقضى. أما أمس فلا يجدون لذته، وأنا وهم من غد على وجل. نعم، على وجل. وإنما هو اليوم، اليوم، فما عسى أن يكون اليوم. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فكيف لعاقل أن يضيع غموره ويجعل عيشه الحاضر رهنا لمستقبل غائب لا يعلم حقيقته إلا الله؟ فهل لو عاش وقعه وانتفع بما في يده، فهل سيكون ذلك سببا لضياع ما كتب له في المستقبل؟ بالطبع لا. إن هؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم سدى وتركوا الأيام تفلت من أيديهم ولم ينتفعوا بحاضرهم فيما يصلح مستقبلهم يسجلون فشلا ذريعا في الحاضر والمستقبل. وهل يكون المستقبل المشرق بعد توفيق الله جل وعلا إلا بالعمل في الحاضر؟ فإن أردت الآخرة فاعمل لها اليوم وكل يوم، وإن أردت نصيبك من الدنيا فاعمل لهذا النصيب اليوم وكل يوم، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إن من يطلب مستقبل دنياه ويهمل حاضره منها قد بخس نفسه حفظها من رزق رزقه الله إياه، في حين أنه يتطلع لغيب غائب لا يدري أيأتي أم لا. ناهيك إن كان لم يعمل لهذا المستقبل أصلا. نعم أيها المسلمون، إن من يعمل لمستقبل دنياه لا يكون عمله مذموما إذا طلبه بالطريق الشرعي، لكن ينبغي ألا يكون هذا العمل لهذا المستقبل معوضا عن العمل في الحاضر واستغلاله والاستفادة منه. فليس من متطلبات الحصول على المستقبل إهمال الحاضر وتضييعه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنعنا بما آتيتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره وأتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من يخدع نفسه بالأمان الباطلة التي يمني نفسه بها ويفرق في حاضره القائم والمشاهد
لمحروم حرم نفسه من أن يعيش في كفاف وقناعة، بل لا يزال يعيش في خيال وسراب يخدعه ويدفع به إلى طريق الخسارة والضياع. مساكين أهل الأماني لا تنفعهم الأماني، فكم عولوا عليها وتعلقوا بها وعقدوا عليها الآمان، فإذا هي مجرد سراب وخيال لم يبق منها حتى مجرد رماد ينتفع به على أي وجه من وجوه النحل. ولكنه أعني ذلك الأمل وتلك الأمنية، أعني ذلك الأمل صار هباء معلقا في أبيال الرياح العاصفة، فهل يقدرون الإمساك بهذا الرماد الذي تحمله الريح؟ كذلك لا يقدر أهل الآمال على الإمساك بشيء من آمالهم التي كانوا يؤملون بها. قد يجدون بعض الراحة النفسية بما يداعب خيالهم من آمال كاذبة، فهم يفزعون إليها، فتراهم يقضون أيامهم ولياليهم في ترديد تلك الأمال غير ناظرين إلى حالهم وواقعهم وما ضيعوه بسبب تلك الآمال وذلك الترقب. فلا يعاجلونه بالجد والعمل، ولا يلقونه بالأسباب العاملة في دفعه أو تخفيف أثره، منتظرين هذه القوى الخفية التي يلمحونها من وراء تلك الآمال أن تقوم عنهم بما كان يجب أن يقوموا هم به، وأن تتولى عنهم ما كان ينبغي أن يتولوه هم بأنفسهم، ومن غير بحث أو جدل فيما قد يكون أو لا يكون من أشياء مستقبلية، فذلك علمه عند الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإن عين ما يقضي به الإيمان بالله حيث أوجب الإيمان على المؤمنين أن يعملوا وأن يواجهوا الحياة بعقولهم وحواسهم وقواهم العقلية والجسدية معا، وأن يتقبلوا بعد هذا ما يعطيهم جهدهم بعد توفيق الله جل وعلا من ثمر قليل أو كثير. فإن أصابهم خير حملوا الله وشكروا له، وإن أصابهم ضر استعانوا الله بالصبر عليه والتمسوا العافية وكشف الضر منه جل وعلا. هذا هو سبيل المؤمنين الذين يمتثلون أمر الله سبحانه بالعمل، كما يقول سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يسلمون أمورهم كلها له سبحانه غير ناظرين إلى غيره أو طامعين في من سواه، كما أن هذا هو الذي يقضي به العقل وتوجيه سنن الحياة، وأن تعالج الأمور بأسبابها وأن يؤتى إليها من أبوابها، وأن يبقاها الأحياء بواقع الحياة، وأن لا يسلموها إلى تلك الغيبيات التي لا يرون مجرياتها ولا يدرون ما تأتي وما تدع من أمور. هذا يوجبه الإيمان، وهذا الذي يقضي به العقل وما تدل عليه سنن الحياة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله. قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمة
سلاهم. اللهم اقصص من بينهم إخواننا في بلاد سوريا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم حبب إليهم أهل الخير يا رب العالمين. اللهم بغض إليهم أهل الشر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم آمرين بمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق شباب المسلمين وفتياتهم، حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد عقيدتنا، اللهم من أراد شبابنا وفتياتنا ونساءنا، اللهم من أرادنا وذلك بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة الناصحين والقضاة العادلين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالنا وأقوالهم وأفعالنا وفعالهم. اللهم يا حي يا قيوم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بهم وبمن يجيء إليهم ليضر المسلمين. اللهم اكشف أسرارهم وافضح أسرارهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى، جنبنا العسرى، واجمع لنا اللهم بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علي وعلى هؤلاء الحضور رحمة من عندك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسنا وإياهم لباس الصحة والعافية، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك أنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك أنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك أنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا وأهلنا، اللهم اسقنا وأهلنا، اللهم اسقنا وأهلنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل تحيي به البلاد وتسقي به العباد تجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا ولهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى